السيد رئيس، سيدات والسادة المستشارين المحترمين، أولا أود في البداية أن أتقدم بالشكر للسادة المستشارين على اهتمامهم بقطاع الشباب الرياضة، وخصوصا بتأجيل أسباب ومسببات تأجيل هذا الحدث القاري الذي كنا ننتظره كمغاربة بشغف كبير. طبعا ما غاديش نرجع لأسباب المسببات اللي كل شيء كيعرفها. طبعا كان هناك جانب صحي اللي كيعرفوا الجميع، هناك جانب تنظيمي وهناك جانب انساني. الجانب الصحي عندنا اختلاف، هناك نجاوب على السؤال اللي تقدم به السيد المستشار المحترف، اختلاف في الرؤيه. المنظمه الصحه العالميه والسؤال كيتطرح لها واش خاص الغاء هذه التجمعات الجماهيريه أو أننا نكملوا ليس هناك خوف. هنا في القراءة ديالنا كتختلف. الجواب ما كانش يعني صارم في هذا الاتجاه أو ذاك، من الجانب ديال منظمة الصحة العالمية. منظمة الصحة العالمية كتقول بأن هنا كنتحدث أمام المراقبة والعين اليقظة ديال السيد وزير الصحة، أن يعني التقييم ديال الوضعية هي كترجع لكل حالة حالة معينة، وبالتالي فأي بلد له الحق، وكتزيد وكتقول الحق السيادي، أنه يأخذ الاحترازات والتدابير الكافية لحماية مواطنيه، يعني كيخلي هذا الحق. علاش حنا غادي في القراءة اللي دارت ما منعوش تجمعات الجماهيرية، كما ما منعوش إغلاق الحدود، كما ما منعوش الرحلات الجوية، ولكن أكدوا على ضرورة وضع آليات ديال التتبع ديال التأمين طبعا لتفادي أي إصابة بهذا المرض. هنا فين كاين الاختلاف. اليوم خرج القرار كيقولوا بأن الجامعة أنها رفضت أنها تلتزم بالتواريخ اللي كاينة. حنا أولا ما رفضناش، حنا شعارنا واضح، متشبتون بالتنظيم، متمسكون بالتأجيل، لأن كاينة واحد القوة قاهرة. أنا اليوم قانونيا يعني حتى فوق القانون هما كيتحدثوا على القوة القاهرة أو ما يعرف بالفرنسية أن كاد دو فورس ماجور. العالم اليوم يعني عاجز أمام واحد 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 الوباء اللي متفشي في العالم، بل قال ليه لا دواء لا إبرة لا كينة لا مضاد حيوي لا تلقيح لا أي حاجة في هذا النوع. شنو هو هذه القوة القاهرة؟ الكوارث الطبيعية أنا قلتها، كارثة طبيعية يمكن نتغلبوا عليها، نحطوا إمكانيات ونهيئوا أرضية وبنية تحتية. حروب يمكن نأمنوا بالأمن، نهبطوا ترسانة أمنية ونقدروا نأمنوا التواجد ديال الناس. ولكن حنا كنقولوا أمام وباء خطير، العالم لحد الآن لا زال عاجزا أمام يعني ملامسة الجوانب ديالو، حتى الأعراض ديالو. سيد وزير الصحة كيقول بأنه ترومبور، يعني خادع، ماشي غير خادع، ترومبور ويمكن حتى فونتوم، يعني الأعراض ديالو ما كتبانش، يعني خادعة بواحد الشكل اللي فعلا كتزيد من الصعوبة ديالو. طيب أمام هاد الحالات هذه أنا كنزيد كنأكد حنا ما رفضناش، ولا بديتو في الرساله كيقولوا الرفض، حنا ما رفضناش وحنا كنا حريصين وكنا دقيقين في التعبير ديالنا، لان كنقولوا الرفض ما كنهضروش عليه. حنا كنطلبوا طبعا الدفعات اللي كنطلبوا تاجيل الدفعات اللي عطينا. اليوم طبعا غادي تكون قراءات، حنا غادي ننتظروا. انا الا رديتوا البال هذا الملف ما كناش كنبغوا يعني ندبروه بواحد التسرع، كنا دائما كناخذوا الوقت الكافي باش نشوفوا يعني التطورات ديالو حسب المراحل. اليوم كان اجتماع خرجوا بهذا القرار. طبعا المغرب ما غاديش يشارك، هذا شيء طبيعي، لان المغرب كان بلد محتضن، هو اللي غادي يحتضن التظاهره، اذا هو مؤهل اصلا. اذا الى تنظم في بلد اخر فطبعا هذا الشرط كينتفي، وبالتالي المغرب ما غاديش يشارك. المسايسر طبعا هذا القرار، هذه قراءة، ولكن ماذا كان سيترتب على القرار في الطرح الأول ديال التنظيم؟ وهذه هي الكفة اللي خصنا دائما نستحضروا. أعتقد أن إذا كنحضروا يعني الكفتين بجوج، أشنو غادي نخسروا وحنا ما كننظموش؟ أشنو غادي نربحوا بين قوسين وحنا كننظموا؟ هذا هو السؤال اللي فعلا خصنا ندقوا فيه وخصنا نشوفوا في العمق ديالو. كنظن أن الجواب فيه واضح وما كيحتاجش يعني ما قابلش لا. غادي نرجع للعقوبات. أنا كما قلت لك في البداية، العقوبات مازال ما تحدثوش عليها. هما قالوا في البيان ديالهم بأن غادي يكون واحد اللجنة اللي غادي تكون وغادي تشوف على حسب يعني العقوبات اللي غادي تكون، واللي كتهضر اللي كتنص على يعني تنصل المغرب من الالتزامات ديالو.
الحديه احنا ما تنصلناش، غادي هو دابا الاختلاف اللي كاين، المغرب لا يتنصل ولم يتنصل ولن يتنصل، انا كنقول نفس الكلام وربما ما اكدتش عليه بشكل كافي، المغرب خدا قرار ديال التاجيل مبني على واحد القوه قاهره اللي كما تحدثت، وطبعا غادي ما نتسرعوش، غادي نشوفوا شنو كتوقع القرار ديالنا، ثق بيا بان جميع السيناريوهات يعني الدرسات وجميع الاحتمالات حنا موجدين لها، وان شاء الله ما كنظن بان كنتمنى ان القرار يكون في اتجاه للربح ديال الكره الافريقيه، باعتبار طبعا هذه الافه اللي ما كناش كننتظروها واللي الان العالم كله وجد نفسه امامها طبعا عاجزا وهو كيشوفها. وشكرا. الى سمحتوا الساده المستشارين المحترمين، ما بغيناش نستبقوا، هذا ما كيعنيش اننا مش ما كنستبقوش، ما معنيتش اننا ما مستعدينش، ولكن حنا ما غاديش نحكموا على النوايا، انا كنقلت لك حنا كندبروها بحكمه وبكياسه، ما غاديش نسبقوا القرار ديالهم، غادي نتسناو. هما قالوا بان كاين قانون ديالهم اللي ربما باش يجبروا الضرر ديالهم، كاين واحد المجموعه ديال الترتيبات اللي غادي ياخذوا، انا ما باش نستبق، غادي نشوفوا شنو هي هاد الجزاء اللي غادي يكون او هاد العقوبات، حنا على حد الان ما كاينش اللي كيتحدث على العقوبات كنتحدثوا عليها حنايا هنايا وكنشوفوها في وسائل الاعلام، ولكن هو على حد الان باقي ما هضروش عليها، مع العلم انها غير ماشي مسنيه انها تكون، ولكن انا اعتقد نتسناو نشوفوا باش يكون الرد فعل، ولكن هذا ما كاينش انا ما يئينش. طبعا المصالح اللي تحدث عليها سيدي المستشار المحترم، المصالح راه ماشي غير له، مصالح حتى هنا. ربما راه هو اللي كيفسر يعني واحد المجموعه ديال الحملات اللي ملي كنشوفوهم في واحد القرار اللي كيكون ديال الدوله يمكن نخطئوا فيه، انا كنقولها، ولكن لا ما يشفعوا لنا فيه هو ان الخوف من الصحه ديال المغاربه فوق كل اعتبار، ولكن مع كامل الاسف كنشوف الكتابات اللي كتمشي في هذا الاتجاه واللي كتغذي واحد الاجندات اللي معاديه للمغرب ربما، ولكن السؤال الان الثالث